ذكرتم أحوالا ثلاثة في القضاء عن الميت وخاصة في شهر رمضان، فما هو الراجح؟ أحوال إيش؟ يقول ذكرتم أحوالا ثلاثة، الأحوال الثلاثة في القضاء عن الميت. قلنا أحوال يا أخي، نقول أقوال. أقوال، نعم نعم. وخاصة في شهر رمضان، فما هو الراجح من بين الثلاثة الأقوال؟ الراجح والله أعلم ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، إن ما وجب بأصل الشرع لا يقضى، وأما ما وجب بالنذر فيقضى عن الميت، لأن في رواية من مات وعليه صيام نذر، أي مخصصة، وقال به الإمام أحمد. نعم.